راه بنادم مضرور، معيشه غاليه، بنادم ما خدامش، وتجي تحيد له انت الضو الماء، راه لا يعقل. منين عطيت هذاك الكود قلت لك راه المدير لا تيرفض هذا الطلب، ما عرفناش حنا علاش يرفض هذا الطلب، واش غنمشيو نسرقوا؟ راه عيب وعراتي اللي تيديروا في التالي ما تيستقبلوش عباد الله. ما صيفطوك حتى الاشعار بعدا، حتى الاشعار راه ما صيفطوش وعاودوا صيفطوا ولادها، تيعطوك هذاك الاشعار وتيحيدوا المكانه. خويا انا راه كنت ناعس، تجاود الناس حيدوا لي الضو، من حيدوا لي الضو انا راه ماشي ما بغيتش نخلص، راه الغالب الله عندي واحد الوليد عنده كونسير الدم، عنده 5 سنين، وهاد الناس ما فكروش غادي يضيع الدواء، ما فكروش راح يحيدوا لك الثلاجه، ضيعوا بزاف د الحاجات، حرموا داك الولد من الدواء وضاع لي داك الدواء. منين مشيت اخويا الله راضي من ديال البرج، قال لك طلع الله راضي من الكبيره، مشيت الله راضي من الكبيره ما كاينش معاه من نهضروا، اللي مشينا عنده التواصل ولا داكشي تيقول لك سير لهاد البيرو، يجي لهاد البيرو، عطانا شي مسؤول راه ما كاين، شي رأي قلنا لهم رئيس المصلحه والو، واحد السيد قال لك دير طلب استعطاف، درت طلب استعطاف، ديتو لتما، درت فيه شواهد طبيه، ماشي كذوب راه صحيح هادشي هذا، ويشوفوا اللي بغى يشوفوا مرحبا. ايوا منين دفعتو اخويا داكشي عطاونا واحد نيجاتيف، دابا علاش كان الجور، رجعت عندهم واحد 3 ايام، عطيتو لواحد السيده قالت لي شكون اللي عطاك هذا، هي براسها خدامه تما وما عارفاش داك النيجاتيف داك الكود. منين عطيت هذاك الكود قالت لك راه المدير لا تيرفض هذا الطلب، ما عرفناش حنا علاش يرفض هذا الطلب، واش غنمشيو نسرقوا؟ وما عندناش منين غادي نخلصوا، عطينا الخدمه ونخلصوك. بس راه بزاف المعيشه وجوج الناس مراض والخدمه ما كايناش، منين غادي نخلصوا؟ يجي طير المكانه راه لاباس هذاك اللي جا طير المكانه، والله كون كنت انا راه واحد فينا يتخص، راه عيب وعراتي اللي تيديروا في التالي ما تيستقبلوش عباد الله، ما عرفناش هاد الناس، وتنطلبوا من هاد المسؤولين ديال مدينه مكناس باش يتواصل معنا شي مسؤول سيد العامل، باش غادي نديروا واحد المظاهره وغادي نتواصلوا وغادي نمشيو، راه بزاف الناس اللي محيدين لهم هادشي وما عارفينش مساكن وداكشي، وقال لك اودي راه حنا غادي نديروا لقاء نهار واحد وغادي نمشيو ان شاء الله للعماله، بغينا سيد العامل باش يتدخل في هادشي، ولا شي مسؤول اللي في الاراضي يهضر معنا ويتوجه معنا، ما كاين حتى شي واحد اللي سمعنا منه شي تواصل، ما عطاونا لا هذا، ما صيفطوك حتى الاشعار بعدا، حتى الاشعار راه ما صيفطوش وعاودوا صيفطوا ولادها، تيعطوك هذاك الاشعار وتيحيدوا المكانه. انا زعما راه عطاناك ورقه، اش ندير انا بديك الورقه منين تحيد لي الكونتور شنو؟ وما كنتش، اما كون كنت والله الا راه واحد فينا يتخص، كذبش عليك، لان ما راه بنادم مضرور، معيشه غاليه، بنادم ما خدامش، وتجي تحيد له انت الضو الماء، راه لا يعقل هادشي. عطينا الخدمه ونخلصوك، حنا ماشي ما بغيناش نخلصوك، قلنا لك دير معنا تسهيلات ونخلصوك، ماشي تجي تحيد الكونتور وما تهضرش معنا، راه لا يعقل. نخلص بالطريطه تيديروا عليا شي تسهيلات اللي قادر نخلصها، حيت عندي جوج الناس مرات، عندي الوليد 5 سنين عنده سرطان الدم، وضيعوني في ذاك الدواء، بغيت شكوى به الله، هذا اللي حيد الماكينه الله يعطيه داكشي ما في هذاك الولد، بغيت هي داكشي اللي في داك الوليد الله ياخذ فيه الحق. وهو كو كان عنده هو مريض ولا شي حد اللي مريض غادي يحس بالانسان اللي عنده المريض، ولكن هما تيشعلوا الضو وكل شيء وضحك لعب هو مع راسو، تيشد الشريه ما تيحس بنادم اللي درويش ولا فقير ولا هذا، ما تيحس به. حيدوا لي 16 يوم اخويا، دابا 16 يوم ما جاوبوني، ما تواصلوا معايا، ودرت داك طلب استعطاف ما ردوا عليا، ودرت العنوان، درت كلشي، ما كاين حتى شي تواصل من شي مسؤول من الله راديم ولا شي حاجه، ما توصل حتى شي حاجه. مازال مشيت هي اليوم قال لك مازال ما كاين حتى شي قرار، مازال ما كاين حتى شي حاجه، حنا جالسين بلا ضو، تنشعلوا غير الشمع شي نهار يذوب علينا ويصدق حارق الدار وحارق الولد وحارق كلشي، نصدقوا في خسائر اخرى عاوتاني. خويا ما دوك الناس ما نعرف، ملي تمشي لاجونس تتقول له شي مسؤول ولا شاف ديال لاجونس ولا شي مسؤول ولا شي حاجه اللي نتواصلوا معاه، تيقول لك ما كاينش ما كاينش هذا ما كاينش هذا ما كاينش، ما عرفناش فوقاش غادي يكونوا هاد الناس هادو. ضاع الدواء، ضاع، ضيعوني في الدواء، ضيعوني في الدواء، غالي ماشي ترخيص، هذاك المرض سرطان الله لا يعطيه لشي حبيب، والله يشافيه وما نطلبوه حتى شي واحد، الله يشافي هذاك، راه ولد صغير دابا ربي ابتلاء من عند الله، دابا يشافي ويعافيه. تنطالب بهاد الناس اخويا تواصلوا معنا ويشوفوا لنا شي حل، هذا راه ماشي حل باش يجي بنادم يحيد الكونتور، اقسم بالله كون كنت انا ما كذبش عليك، لان ما حنا ميتين وحنا عايشين، ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه غير الفقصه، وانا كل خميس كندي الولد لمركب سي اش او فاس،
وتن زبالة فلوس. المرض هذاك الله يعطيه لشي حبيب، وتخسر الولد ماشي اللي، وضيعوني في الدوارة كاين، يجيو يشوفوه ويغرموه ليه هما، هذا اللي يطيح الضو يغرم لي داك الدواء اللي غالي، ماشي يشوف هو غير مصلحته يجي يحيد الكونتور ويزيد. وجوج اللي شافوهم غير الناس، قالك جوج عامرين زعما بحال جايين غادي يدابزوا مع الناس، زعما جاي يحيد هو الكونتور. صحيح احنا من الإدارة، وانت من الإدارة خلينا شي ورقة باش نعرفوك خويا امين. وحنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين، والله ينصر جلالة الملك، الله ينصر سيدنا، هادشي ما تيبشرش بالخير، وحشومة وعيب وعار، واخا يكون صاحبي بنادم. ان الله ربي راه قال لك ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، واش هاد الناس ما تيرحموش خوتهم المسلمين؟ راه حشومة صاحبي، والله لا حشومة عيب وعار، هادشي راه ما تيبشرش بالخير، وتا شي مسؤول ما يهضرش معاك، هادشي راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.